السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي ندير لكم واحد الورده جايه 3D تبان حقيقيه باستعمال الساتان، نستعملوها للديكور. نحتاجو هنايا الساتان، نقطعوه نقصوه بهذا الشكل هكا. الحجم يكون اختياري، تبغي صغير ولا كبير. ولا ما عرفتيش ديري ورقه قصيها بهذا الشكل، يكون منحني وتحطيه فوق الساتان وتقصي عليها. انا هنا بلا ما نستعمل ورقه حطيت ديريكت فوق الساتان وقعدت تنقص ساتان عادي من هذاك تاع يدي 18 في المتر، ماشي من الرهيف، من المليح شويه. نحطو هنايا، كنت ديجا خدمت من قبل، بقات غير حابه نوريها نديرها قدامكم، نخدمها قدامكم. نحطها هكا فوق الساتان ونستعمل هذا المقص اللي مدور، انا يساعدني قلت لكم في الخدمه بزاف هذا، وندور على حسابها. ولا ما عرفتوش قلت لكم بالورقه، حطي ورقه وديري عليها، ولا رسمي بالستيلو وقصي عليها. المهم تحصلوا على هذا الشكل. دايره هكا، نسيت نسقم شويه باش نعطيها شكل منحني. هنا كملت درت 13 حبه، 13 وحده. دروك نشوفوا كيفاش نركبوها. درك هنايا نستعملوا البريكه باش نتحصلوا على هذا الشكل هنايا الملتوي، شغل 3D يبان حقيقي. دوك نقول لكم كيفاش نديروا. نحرقوها ونزيروا شويه بيدينا هكا، نقرصوها بالمعنى زعما نقرصوا هذا التيج، زعما هاد الاوراق، ماشي لي تيج، هادو اوراق تاع الورده. نحرقها من في الجناب وفي من قدام في الواجهه تاعها، ندورها، نحرك وندور غير من قدام برك، ما ندوروش في الجناب ومن تحت. لا كيما راهي واضحه في الصوره. دوك نعاود ثاني وخط اخرى قدامكم. نكمل ندير كاع هاد الاوراق، ندير لهم هاد الطريقه ونعاود نولو. هنا راني كملت كاع الاوراق، قلت لكم عندي 13 وحده، 13 ورقه نحتاجو فيها هاد الورده. تبغي تكبري تاني كبري، لكم الاختيار. دوك نستعملوا الابره والخيط، دوك نحكموا ورقه وحده. شوفوا معايا غير بسياسه، نحكموا ورقه وحده نبداوها في الوسط، نخيطوا نبداو في النص تاع هذيك الورقه، ومن بعد نجيبوا ورقه تانية اخرى ونديروها في الوسط، في وسطها، فمشي في الوسط في النهايه تاع هذيك الورقه. نعاود تاني نجيب وحده اخرى ونديرها في بلاصتها هنا في قريب النهايه، كش ندير وحده فوق وحده، وحتى نكملوا كاع هادو ربع ورقه. هنا عندي 6 في الاولى، ندير 6 ومن بعد 4 ومن بعد 3. شرا تكونوا فهمتوا كيفاش نبداو نخيطوا فيهم هكا مع بعض حتى نكملوا. هنا بقات الورقه الاخيره، دوك نديرها ونشوفوا كيفاش نلصقوا مع بعض. هنايا نحلوا الورقه، ما نجبدوش الخيط هكا، ومن بعد نقلبوهم ونديروا وحده فوق وحده. هذيك اللي بديتها في الوسط، على ديك بديت في الوسط ما بديتش في الحاشيه، باش ندير وحده فوق وحده ونلصقهم ونخيطهم بالخيط ومن بعد نجبد. هذه هي الطريقه، من بعد نقلب ونجبد الخيط، نجبده كاع باش تشكل لي ورده. هذه الطبقه الاولى تجي فيها 6 تاع الوردات، ومن بعد ندير 4 ومن بعد ندير 3. هذا حجم صغير تاع الورده، حجم صغير. تبغي تكبري كبري، زيدي الاعداد تاع الورقات. نسقمها هنايا بيدي هكا شويه ونجبد.
ومن بعد نعقد من تحتها ونقص هذاك الخيط. نفس الطريقه نديرها مع هذوك ربع اوراق وثلث اوراق ومن بعد نلصقهم. هنا راني في الوردة الثالثة عفوا الأخيرة اللي فيها ثلاثة تاع الأوراق. هذا الستيل تاع الوردة جديد سموه طروادي أو الوردة طروادي، تبان حقيقية وهي غير من القماش تاع الساتا. نستعملوها في تزيين تاع العلب ولا في تزيين تاع ربطات الحنة نديروها ولا نديروهم في نغلفو بهم كموسات تاع الحنة ولا عندهم بزاف استعمالات ولا في لي بلاطو ميغوار تاني ديريهم من فوق. تشكلي الوردة لروحك خير ملي تشريهم بالدراهم، هادوك راهم غاليين سورتو الورد التركي راه غالي بزاف وراه يخرج منه انواع بزاف جديدة. و نسيو نخدمو حاجة وحدنا احسن خير ملي تشريها. وتاني عندها نظرة شابة تبان، شوفو كي تبان تبان شابة بزاف. انا اختاريت لون ابيض، نتوما تختاروا اي لون تاع الساتا. هنا راني كملت لصقتهم مع بعض، تبغي تلصقيهم بالابرة والخيط، تبغي تلصقيهم بالمسدس الشمع كما تبغي. هنا في بلاصة هنا الداخل نحتاجو بوجة ولا استخاص ولا اي حاجة ديريها في الوسط. انا هنا غادي نخدم ربطة تاع الحنة، هذا غير موديل درتها لكم. نلصق هذيك البوجة البيضاء. درك نجي نلصق هذيك الورده في الحاشيه، نختاروا الحاشيه على حساب اليد، نقصوها على حساب اليد ونلصقوها. تبغي تخليها هكا ولا تبغي تزيدي لها الورقه، في فيديو اخر ان شاء الله نخدم لكم الورقه تاع الورده. انا خليتها غير هكا، بغيت نوري لكم غير الورده وحدها. طريقه سهله ثاني وحاجه شابه وجديده. وهاد الوردات ماشي غير في ربطة تاع الحنة، نستعملهم في التزيين، في اي حاجه في التزيين، حتى في الدراوات، حتى في المخايط، في الطبق تاع الحنة خدمته تاني في طبق تاع الحنة. نحتاجو المهم في التزيين. انا عطيتكم الطريقه وانتم تزينوا بها كما تبغوا. هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه. عطوني رايكم في التعليقات، وفي فيديو اخر ان شاء الله نتلاقاو في طريقه اخرى وفكره جديده ان شاء الله. الى اللقاء.